صلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم في درس جديد من دروسنا الشرعية العلمية المتعلقة بشرح كتاب التقريب لحد المنطق للإمام الفيلسوف الفقيه الحافظ ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى، وما زلنا نتحدث بمقدمة وبأوليات وببدايات هذا الكتاب. وقد تحدثنا في درسنا السابق عن كثير من المسائل المتعلقة ببدايات ومقدمات هذا الكتاب، فتحدثنا عن مسائل كثيرة وآخرها كان قضية الطبع وقضية الطبيعة والفرق بينهما، وإن الطبع أعم من الطبيعة ونحو ذلك. ثم يستطرد المؤلف في مقدمته ويذكر كثير من الأشياء وكثير من المسائل. ومن هذه المسائل إننا قلنا بأن المؤلف رحمه الله تعالى كان يستخدم العبارات الشديدة في بعض الأحيان والعبارات القاسية في ذم مخالفيه مثلا، وفي مثلا ذم الجهال وذم الذين لا يمتازون بالعلم وما إلى ذلك. وهنا يتحدث في علم المنطق ويتحدث عن الذين لا يفهمون ذلك والذين لا يدركون ذلك حتى لا يتورع أن يصفهم بالبهائم. والبهائم كما يذكر العلماء ويعرفونها ويقولون بأن البهائم هي التي لا تعرف، وأنا أتحدث هنا عن علماء المنطق وعن علماء الكلام. يقولون البهائم هي لا تعرف إلا ما بشرته بجوارحها، فهي تعرف تأكل بفمها وتنظر بعينها وتضرب بقدمها أو بيدها ونحو ذلك، تعرف المسائل التي تباشرها بجوارحها ولا تعرف سوى ذلك. وقد ورد ذكر البهائم في كثير من الأحاديث، ومن ذلك ما جاء عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت دخلت عليها يهودية استوهبتها شيئا طيبا، فوهبت لها عائشة فقالت أجارك الله من عذاب القبر، أي إن هذه اليهودية دعت لي السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت أجارك الله من عذاب القبر. قالت فوقع في نفسي، أي تذكرت في نفسي، لم تكن تعرف هذه المفردة وهذه القضية، فوقع في نفسي من ذلك حتى جاء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. قالت فقلت وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إن للقبر عذابا، أي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، قال إنهم ليعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم. فإذا عذاب القبر لا يسمعه الإنس ولا الجن، ولكن البهائم تسمع هذا العذاب بناء على ما ورد في هذا الحديث النبوي الشريف. وأهل العلم يقولون إن الله تعالى خلق الملائكة من نور، وخلق الجان من نار، وخلق البهائم من ماء، وخلق آدم من طين، فجعل الطاعة في الملائكة وفي الملائكة والبهائم، وجعل المعصية في الجن وفي الإنس. فإذا نظرنا ولاحظنا بأن الله عز وجل عندما خلق البهائم من ماء وخلق آدم من الطين، والطين هو ماء وتراب، فجعل الطاعة في الملائكة والبهائم، وجعل المعصية في الجن وفي الإنس، وهذه فطرة الله عز وجل التي فطر عليها الخليقة. أنت ترى بأن بعض البهائم يكون حجمها كبير كالفيل، فهو حجم كبير، لو أراد أن يطأ إنسانا بإحدى قدميه لقتله فورا، ولكنه تراه في كثير من الأماكن مذللا للإنسان وطائعا، وكذلك الجمل وكذلك الحصان، وهذه حكمة الله عز وجل، ولولا إن الله تعالى ذللها ما ذلت أبدا. ثم يستطرد المؤلف في مقدمته ويذكر كثير من المسائل وكثير من الأشياء، ومن ذلك يذكر الدهر، والدهر حين يقول على آباد الدهور، على آباد الدهور، والدهور جمع دهر، والدهر هو المحيط بالزمان،
والدهر يقسمه أهل العلم إلى أقسام عدة، فهم يقولون بأن الدهر يقسم إلى ساعات وأيام وشهور وأعوام، فمجموع الساعات تؤدي إلى الأيام، ومجموع الأيام يؤدي إلى الأسابيع وإلى الشهور، ومجموع هذه الشهور يؤدي إلى الأعوام، فهذا هو الدهر. وقد ورد ذكر الدهر في الحديث، فقد ورد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، يعني هذا الليل وهذه النهار وهذه الساعات وهذه الأيام وهذه الأسابيع والشهور والأعوام الذي يقلبها والذي يجريها والذي خلقها هو الله عز وجل. فلذلك سب الدهر هو أمر مؤذي لله تعالى. وجاء في رواية أخرى: لا تسب الدهر فإن الدهر هو الله، أي الله عز وجل هو الذي خلق الدهر، هو الذي يقلب الدهر، هو الذي يسير الدهر، هو الذي يسير الأيام والساعات والليالي والشهور والسنين وما إلى ذلك. وقوله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، ويعني بذلك فيه أن سب الدهر يؤذي الله سبحانه وتعالى. وقد ورد التأويل لذلك عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال وذكر أن العرب كان من شأنها أي من عادتها أنها تذم الدهر، العرب من عادتها أنها تذم الدهر حين تقع عليهم المصائب والبلايا، فإنهم يسبون الساعات، يسبون الأيام، يسبون الليالي. وإلى حد هذه الساعة هذه العادة موجودة في عصرنا الحديث هذا، فمنهم من يقول: ألا لعنة الله على الساعة التي ولدت فيها، أو على اليوم الذي جئت فيه، أو لعنة الله على هذا اليوم، أو لعنة الله على هذا العام، وما إلى ذلك. فهذا سب للدهر وهو منهي عنه وهو يؤذي الله عز وجل. فالذي خلق الساعة التي جئت بها، والذي خلق الأيام، والذي خلق الليالي والشهور والأعوام، والله عز وجل، فلا يجوز ذلك ولا ينبغي أبدا. ويستطرد الإمام رحمه الله تعالى ابن حزم الظاهري في مقدمته في كتابه هذا، وقلنا دائما أنه كان يذكر لفظة الأول، فالأول هو الله عز وجل، فيقول الأول الواحد الحق ذو القوة ذو القدرة والعلم. فما معنى القوة، أو ما معنى القوي؟ فلذلك يقول أهل العلم: القوي هو الذي يقدر على الشيء ليس فحسب، وإنما يقدر على الشيء وما هو زائد عن هذا الشيء، أو ما هو أكثر أو أكبر منه. لذلك لا يقال للذي يقدر على الشيء فقط إنه قوي، إنما يقال للذي يقدر على الشيء ويقدر على ما هو أقوى من هذا الشيء. أما من يقدر على الشيء فنقول هو قوي عليه، أي قوي على هذا الشيء وقادر على هذا الشيء، ولا نقول عنه قوي، إنما القوي الذي يقدر على الشيء ويقدر ما زاد ويقدر على ما زاد عنه. فقوة الله عز وجل لا تضاهيها قوة ولا تعادلها قوة، والله قادر وقوي وهو قادر على كل شيء قدير. هنالك فرق بين القوي وبين القادر، فقلنا إن القوي هو الذي يقدر على الشيء وعلى ما هو أكثر منه، ولكن القادر ربما يقدر على أمر معين، يقدر على قضية معينة. أما القوي هو يقدر على الشيء ويقدر على ما هو أقوى من هذا الشيء أو ما زاد على هذا الشيء. وعلماء العرب يتحدثون عن فروق لفظية كثيرة في هذه القضايا وفي هذا المعنى، يقولون هنالك فرق بين قولك قادر عليه وقادر على فعله. فقولك قادر عليه يفيد أنه قادر على هذا الشيء أو على تطويعه أو تصريعه، كقولك فلان قادر على هذا الحجر، أي قادر على رفعه ووضعه، وتقول فلان قادر على هذا الجبل، أي قادر على أن يرتقيه، وتقول فلان قادر على هذا الكتاب، أي قادر على دراسته وتدريسه ونحو ذلك. وهنالك قادر على نفسه، أي قادر على ضبطها، تقول فلان قادر على نفسه، قادر على ضبط هذه النفس وعلى منع هذه النفس.
وهنالك فرق بين القادر على الشيء والمالك له. فالقادر على الشيء ذكرناه وبيناه، أما المالك له فهو الذي يملك الشيء ويستطيع أن يتصرف به. فمن يملك الشيء ولا يستطيع أن يتصرف به فلا يعد مالكا لهذا الشيء. فالملك هو ليس الحيز فقط، يعني أن تحوز هذا الشيء لنفسك، إنما ينبغي عليك أن تملك هذا الشيء وتستطيع أن تتصرف بهذا الشيء. ومن ضمن هذه المفردات المتشابهة والمتقاربة هنالك فرق بين القوة وبين الشدة. فالشدة، الشدة في الأصل هي مفردة مبالغة في وصف الشيء، في صلابة هذا الشيء. والشدة ليست من سبيل القدرة، فليس كل شديد قادر، وليس كل قادر شديد. ولهذا لا يقال لله، يقولون بعض العلماء يقول لله شديد والقوة من قبيل القدرة على ما وصفناه. وقول الله تعالى أشد منهم قوة أي أقوى منهم، وفي القرآن ذو القوة المتين، ذو القوة المتين، وهذا وصف لله سبحانه وتعالى. وهنالك فروق كثيرة في هذه المفردات ويقاربها من الألفاظ. ومن هنا نعرف سر إشارة الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى إلى قضية أن أهل العلم يجب عليهم أن يعرفوا أسماء الأشياء، ويجب عليهم أن يعرفوا معاني هذه الأسماء. وإن الذي لا يعرف أسماء الأشياء التي خلقها الله تعالى على قدر طاقته واستطاعته، ويعرف مدلولات ومعاني هذه الأسماء ومتشابهاتها والفوارق التي بينها، فإنه لا يعرف العلم بهذه الحالة. الأمثلة على ذلك كثيرة ومتنوعة ومتشعبة. ومن ذلك مثلا هنالك فرق بين الشدة وبين الجلد، وكل هذه المفردات هي قريبة من مفردة القوة. وهنالك فرق بين الشدة وبين الجلد، ذلك أن أهل العلم يذكرون أن الجلد هو صلابة البدن، ومنه الجلد، أخذ الجلد من هذا لأنه صلب ويقي ويحمي البدن، لأن الجلد أصلب من اللحم. والجلد الصلب من الأرض، أي وجه هذه الأرض وجد الأرض، وجد جسد الإنسان هو الصلب منه، وكذلك وجه الأرض هو الصلب منها. وقيل يضمن الجلد معنى القوة والصبر، أي أن الجلد يتضمن معنى القوة والصبر، لأن هذا الوجه أو هذا الجدار الذي خلقه الله عز وجل للإنسان أو للأرض يتحمل أكثر من باطنها. ولا يقال، أهل العلم يقولون لا يقال لله جليد لذلك، لأن الله عز وجل قوته وقدرته فوق كل ذلك كله. وهنالك فرق بين الشدة وبين الصعوبة، ذلك إن أهل العلم يذكرون بأن الشدة على ما ذكرناه وبيناه في دروس سابقة، والصعوبة يقولون تكون في الأفعال دون غيرها، أي الصعوبة لا تكون في الأقوال، إنما ينيطون قضية الصعوبة بالأفعال دون غيرها. تقول صعب علي أن أفعل كذا، صعب علي أن أبقى هذا الجبل، صعب علي أن أصلي، صعب علي أن أذهب إلى فلان، يعني إن هذا الفعل قد صعب علي ولا أستطيع فعله. وكذلك تقول رجل صعب، أي إن هذا الرجل شديد وإن التعامل معه ليس بالأمر الهين وبالأمر اليسير. كذلك هنالك فرق بين القوة والمتانة، ذلك نحن بينا القوة وتحدثنا عنها، وقلنا بأن القوة أو القوي هو الذي يستطيع على الشيء ويستطيع على غيره أو يستطيع على ما زاد على هذا الشيء. أما المتانة فهي صلابة في علو وفي ارتفاع. فيقولون المتن من الأرض الصلب منها أو المرتفع من الأرض، العرب يطلقون عليه ويقولون هذا متن من الأرض، ويجمعونه على متان. ومنه سمي عقب الظهر متنا، يعني ما المتن، ويقولون متنها وجيدها وظفيرتها على متنها، أي ظفيرتها على ظهرها. والصلابة قريب من ذلك، ولا تجوز الصفة بالصلابة والمتانة على الله عز وجل، لأنها مقيدة بألفاظ معينة لها حدود معينة. وأما قول الله تعالى ذو القوة المتين، فالمتين اسم من أسماء الله تعالى،
ويقولون بأنه قوي وفي هذا الوصف توسع بالقوة، لأن المتانة في الأصل نقيض، المتانة نقيض الرخاوة، فاستعملت في نقيض الضعف للمبالغة في صفة الله تعالى. وكذلك هنالك فرق بين القدرة وبين المنة، فالمنة تفيد أنها قدرة وهي مفردة للمبالغة، وهي ما يقطع بها الأعمال الشاقة، وأصل الكلمة هو القطع، ومنه قول الله تعالى أجر غير ممنون، أي أجر غير منقطع. والمنون أيضا هي المنية لأنها قاطعة عن التصرف، فتقول فلان جاءته المنية أي جاءه الموت لأنه قطعه عن التصرف من حياة الدنيا. والمنون أيضا قيل أنه مأخوذ للامتنان بالنعمة، فتقول أنا ممتن بفلان أي ممتن للفضل الذي امتنه علي، وهي نوع من أنواع الشكر. وهنالك فرق بين الشدة وبين الصلابة، فالصلابة هي التئام الأجزاء بعضها إلى بعض من غير خلل، أجزاء تنتئم من غير علة ومن غير خلل، وهذا نقول هذه صلابة مع يبوسة فيها. والشدة هي التزاق هذه الأجزاء بعضها ببعض سواء كان الموصوف بها ملتئما أو متحللا. وفي الشدة مبالغة في الوصف بوصف الشيء، واستعمالها في موضع الصلابة يكون من باب الاستعارة. وهنالك فرق أيضا بين القوة وبين الشهابة، فالشهابة خشونة الجانب، الشهابة توصف بأنها خشونة في الجانب، ويقيل أنه ليست مأخوذة من الشهم إنما مأخوذة من الشيهب، والشيهب هو ذكر القنافذ، وأخذت منه لأن ذكر القنافذ يكون له خشونة في الجانب وجد خشن وما إلى ذلك ومدبب، ولا يسمى الله عز وجل شهما لذلك أو لهذه العلة. وهنالك فرق بين الشهامة وبين الجزالة، ذلك إن الجزالة أصلها من شدة القطع، تقول جزلت هذا الشيء أو جزلت لك اللحم جزلا أي قطعته قطعا شديدا إذا قطعته بشدة، أو تقول جزلت لك الحطب أي قطعته لك قطعا شديدا. والله عز وجل لا يوصف بالجزالة. وهنالك فرق بين الشجاعة وبين البسالة، ذلك إن أصل البسل الحرام، فكان الباسل حرام أن يصاب في الحرب، ولذلك لشدته ولقوته ولشجاعته ولجدارته في الحرب. ويقولون بأن الجزالة والجراءة قوة القلب الداعية إلى الإقدام في الحرب ضعيفا كان أم قوية. وهنالك فرق بين الشجاعة وبين النجدة، وقد تحدثنا عن الشجاعة وبينها، والنجدة هي حسن البدن وتمام لحمته، وأصلها الانتفاع ومنه أو الارتفاع منه سميت بلادهم المرتفعة نجدا، فالبلاد النجدية نقول بلاد المرتفعة، وقيل للنجاد النجاد لأنه يحشو الثياب فترتفع. ثم وأيضا أنت ترى في البحر هنالك ما يطلق عليه في عصر الحضر هو النجادة، والنجادة هي ما تملأ بالهواء أو تمشى فترفع هذا الجسد من أن يغرق في الماء وفي البحر. وقيل للشجاع نجدة لأنها تكون مع تمام الجسم في أكثر حال. وهنالك أيضا فرق بين الصلابة والقسوة، ذلك إن القسوة كما يذكر أهل العلم تستعمل فيما لا يقبل العلاج، ولهذا يوصف بها القلب، وإن لم يكن القلب صلبا، القلب في أصله لين وليس صلب، ولكن يوصف القلب بالقسوة، ذلك إنه القلب القاسي أو القلب المتحجر، القلب الذي ليس فيه رحمة لا يتقبل هذا العلاج، فوصف بذلك رغم أن القلب في أصله هو ليس شيئا قاسيا، إنما هو من اللحم وفيه لين وليس فيه قسوة. وقالوا بأن هنالك فرق أيضا بين القدرة وبين الصحة، الصحة قالوا يوصف بها المحل والآلات، والقدرة تتعلق بالجملة، فيقال عين صحيحة وحاسة صحيحة، ولا يقال عين قادرة وحاسة قادرة. كذلك هنالك فرق بين فراش قوي وفراش ضعيف، وهذه مفردة يستخدمها علماء الفقه
خاصة حينما يريدون أن يفرقون بين الحرة والأمة في قضية الفراش، فيقولون للحرة لها فراش قوي وللأمة لها فراش ضعيف، وهم يقصدون بذلك يعني فراش الحرة من حيث النكاح هو فراش قوي، لأنها إن حملت وولدت فإن مولودها يثبت له النسب من أبيه الذي ضاجعها في هذا الفراش، ولا يجوز له أن ينفي انتساب هذا الولد أو المولود عنه إلا بطريقة ملاحظة. أما الأمة فيستطيع أن ينكر نسب هذا الولد له حتى وإن كان بغير طريق الملاعنة. فلذلك قالوا بأن فراش الحرة قوي لهذا السبب، وقالوا بأن فراش الأمة ضعيف للسبب الذي ذكرناه والسبب الذي بيناه. ثم يتحدث الإمام رحمه الله تعالى ابن حزم الظاهري ويستطرد بكلامه في هذه القضايا وهذه المسائل، ويذكر يقول: وبعد، حينما يعني في نهاية هذه المقدمة، وكلمة وبعد إذا ما جاءت فإن الكلام الذي بعدها يكون كلاما مهما، ويقول بعدها: فإن من سلف من الحكماء، من الحكماء هذه الأمة. وقضية الحكماء هو هنا يتحدث عن الحكماء باعتبار علماء المنطق وباعتبار علماء الكلام. فالحكماء هم الذين يكون قولهم وفعلهم موافقا للسنة، هذا باعتبار الشريعة بشكل عام أو باعتبار علماء الحديث، الذين يكون قولهم وفعلهم موافق للسنة يطلقون عليهم حكماء. أما الحكماء باعتبار المنطق فهنالك الحكماء الإشراقيون وهنالك الحكماء المشاؤون. فالحكماء الإشراقيون هم أتباع المدرسة الإشراقية التي أسسها إفلاطون، ورئيسهم يعتبر هو إفلاطون. والحكماء المشاؤون هم أتباع المدرسة التي أسسها أرسطو، والذي قلنا فيما سبق بأن اسمه أرسطاطاليس، ولكن عند العرب وعند علماء المنطق العرب خاصة يطلقون عليه، أو علماء المنطق المسلمين بشكل عام يطلقون عليه أرسطو، وأسس مدرسة واسمها مدرسة المشاؤون، وهو يرأس هذه المدرسة فيطلق عليهم بالحكماء. ثم يتحدث بعد ذلك ويذكر مسألة العصمة، ينسب مسألة العصمة ويقول: خالقه الأول في تسديده وعصمته. وعلينا أن نقف على هذه المفردة ونتعرف على بعض خباياها. نقول بأن العصمة هي ملكة، وهنالك الأنبياء هم معصومون والأولياء محفوظون. والأنبياء كما بينا وذكرنا في السابق منهم أنبياء بدرجة النبي، ومنهم من هو بدرجة النبي والرسول، منهم مرسلون ومنهم غير مرسلون وما إلى ذلك، وبينا هذه القضية وفصلناها في دروس سابقة. وهنالك خلاف بين أهل العلم في قضية الأنبياء وفي قضية عصمتهم، هل هم معصومون من الكبائر فقط أم من الكبائر والصغائر؟ والبعض يقول بأن المرسلون معصومون من الكبائر والصغائر، والأنبياء معصومون من الصغائر فقط، والبعض يقول عموما هم معصومون من الصغائر فقط، والبعض يقول عموما هم معصومون من الكبائر ومن الصغائر. وهنالك عصمة يطلق عليها بالعصمة المقومة، وهي التي يثبت بها للإنسان قيمة، العصمة المقومة هي التي يثبت بها للإنسان قيمة وأهلية. فالإنسان معصوم الدم، والإنسان معصوم العرض، والإنسان معصوم المال، وهذه عصمة أثبتها الله عز وجل لكل إنسان، ولا ينبغي أن يتعدى على هذه العصمة التي أثبتها الله عز وجل. وهنالك يقول هنالك عصمة مؤثمة، أي العصمة التي توجب الإثم فقط على التقدير، التعرض كالتعرض للدم في الإسلام أو التعرض للمال أو العرض. وهنالك مثلا العصمة المقومة، يعني من أمثلتها
وهي التي توجب مع الإثم، فيقتل الحر بالعبد قصاصا، لأن مبنى الضمان على العصمتين هو عصمة مالية وعصمة متعلقة بالدم وعصمة متعلقة بالعرض ونحو ذلك. ثم يقسم الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى العلماء الذين حكموا على هذا العلم إلى أربعة أقسام، فمنهم من حرمه، ومنهم من أباحه، ومنهم من كفر العمل به ونحو ذلك. وقضية الكفر قضية من المسائل الخطيرة جدا، ويذكر ذلك الإمام ابن حزم الظاهري ويبينه. والكفر في اللغة بالضم هو الستر، وشريعة أي اصطلاحا عدم الإيمان عما من شأنه أن يؤمن به يعني. والكفر ضد الإيمان ويتعدى بالباء كما يقول علماء اللغة، ومن ذلك قول الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فهنا تعدى بالباء. والكفر هو مفرد أيضا فيها مشترك لفظي وتدل على الكثير من المعاني، ومن ذلك أن الكفر ضد الشكر. وكذلك أيضا من الكفر هو الكفر بالنعمة أو جحود هذه النعمة. وأيضا الكافر، لفظة الكافر تطلق ويراد بها الليل، فالعرب تقول ليل كافر، ولفظة الكافر تطلق ويراد بها البحر، فالعرب تقول بحر كافر ووادي عظيم، وتطلق ويراد بها النهر الكبير، وتطلق ويراد بها السحاب المظلم، وتطلق ويراد بها الزرع أو الزراع. وإلى حد هذه اللحظة في بعض الدول مثل في مصر يقولون كفر أي مكان للزرع ومدينة أو قرية للفلاحين. وأيضا الكفر تغطية نعم الله تعالى وتغطية نعم الله عز وجل بجحودها وبإنكارها. وأيضا هنالك قول النبي صلى الله عليه وسلم الكفر ملة واحدة، الكفر ملة واحدة أي يتحدون في القضايا التي تجمعهم، وخاصة في القضايا التي تكون ضد الإسلام وضد المسلمين. والكفر يحصل بالقول كما يقسم بعض العلماء، هنالك كفر بالقول وهنالك كفر بالفعل. وهنالك كفر بالقول، كفر يكون بالقول موجب لهذا الأمر أي موجب للكفر. والكفر بالقول كإنكار أمر قد أجمع عليه بنص شرعي واضح وجلي، ولا فرق يعني. بعض العلماء يقولون هذا نتفرق به إذا صدر عن اعتقاد أو صدر عن غير اعتقاد أو صدر عن عناد أو استهزاء. وبعض أهل العلم يقولون بأن الكفر بالقول الموجب للكفر فإنه سواء كان صدر عن اعتقاد أو عناد أو استهزاء فكله على حد سواء. وهنالك أفعال موجبة للكفر، وهي الأفعال التي تصدر بتعمد أو استهزاء صريح، يقولون مثلا كالسجود للصنم أو إلقاء المصحف في القاذورات تعمدا، أو حتى بعضهم يقولون تعمدا أو استهزاء، أو الكفر بتكذيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو بتكذيب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا هنالك كفر إنكار ما علم من العلم من الدين بالضرورة. وقضية الخلاف بين الخلافات الواقعة في قضية الكفر وفي قضية الإيمان هي ذاتها الخلاف الواضح في الواقع في قضية الإيمان، يندرج عليه خلاف واقع في قضية الكفر، والخلافات الواقعة في قضية الكفر يندرج عليه خلافات واقعة في قضية الإيمان. وهنالك خلاف بين علماء الكلام وعلماء العقيدة في الذين تحدثوا عن هذه المسألة وبينوها، خلاف بينهم في قضية الكفر كما قلنا على حسب الإيمان. فمثلا الإيمان بالله بعضهم يعرفه هو معرفة الله، إذن يكون الكفر هو الجهل بالله، يقابل هذا هذا، فمن عرف الإيمان بالله هو معرفة الله فإذا الكفر هو الجهل بالله، فهذا يقابل هذا وهكذا.
والمعتزلة يقولون، والمعتزلة وبعض الخوارج مثلا يقولون بتكفير صاحب أو مرتكب المعصية، والخوارج يقولون كل معصية كفر، والمعتزلة يقسمون المعاصي إلى معصية مكفرة ومعصية غير مكفرة، ويتحدثون عن قضية الجهل بالله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم وصحف القاذورات، ويقولون هذا معصية لا توجب اتصاف فاعلها بالكفر ولا بالفسوق، ولا يمتنع معها الاتصاف بالإيمان، كذلك السفه وكشف العورة وإلى غير ذلك. والحقيقة المعتزلة والخوارج في مجال العقيدة أخطأوا كثيرا ووقعوا في فواجع كبيرة. والحقيقة مثلا في سب النبي صلى الله عليه وسلم وسب الذات الإلهية، فمن سب النبي صلى الله عليه وسلم وسب الذات الإلهية بناء على رأي الجمهور فإنه يستتاب، فإن تاب تاب وإن لم يتب فإن لإمام المسلمين أن يحكم بشأنه وبحد يراه مناسبا لردعه. وبعض أهل العلم يقولون يقتل حدا، ولكن يقتله إمام المسلمين، ونعني بإمام المسلمين حين نتحدث، وخاصة حين نتحدث في سياق الفقه الإسلامي، فإننا نعني بإمام المسلمين هو رئيس الدين والدولة، هو الذي يأمر بإقامة الحدود وإقامة الجمعة والجماعات ونحو ذلك، ولا ينبغي لكل إنسان أن يأمر بذلك أو أن يفعل ذلك من تلقاء نفسه أو من تلقاء جماعته. أما ما هنالك رأي للإمام مالك رحمه الله تعالى يقول من سب الذات الإلهية يستتاب، أما من سب ذات النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل حتى فورا بلا استتابة، ويعلل ذلك بقوله بأن الله عز وجل خالق قادر على كل شيء قدير، والله عز وجل قادر على أن يحفظ حرمته ويعاقب الذي وقع بذلك سواء بالدنيا أو بالآخرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو بشر ونحن أمته صلى الله عليه وسلم، ونحن مأمورون بأن نحفظ حرمة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وأيضا هنالك من يقسم الكفر إلى كفر إنكار وكفر جحود وكفر عناد. فأما عن كفر الإنكار هو أن يكفر بقلبه ولسانه، وهنالك من يكفر بقلبه ولا يكفر بلسانه، وهنالك من يكفر، يعني مثلا كفر الجحود هو أن يعرف بقلبه ولا يقر بلسانه، ككفر إبليس هو يعرف الحقيقة بقلبه ولكنه لا يقر بلسانه، وهنالك كفر عناد وهو أن يعرف بقلبه ويقر بلسانه ولكنه لا يدين، وهذا نسميه بكفر عناد ككفر أبي طالب، فهو بقلبه بل بأفعاله دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وبلسانه، ولكنه لم ينطق بلسانه ولم يدين بذلك، وهذا كفر عناد. وهنالك كفر نفاق وهو كثير 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 في عصرنا الحاضر هذا، وهو أن يقر بلسانه ولا يعتقد بقلبه، ويغير ما بقلبه ويغير ما بلسانه دائما، هو يعرف الحقيقة بقلبه ولكنه بلسانه ينطق خلاف هذه الحقيقة ويغيرها دائما نفاقا، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذن هذه هي المسائل المتعلقة بالكفر. وهنالك من علماء المنطق وعلماء العقيدة والكلام يتحدثون مثلا عن كثير من الطوائف الذين وقعوا في الكفر، ويقولون في الكافر هو اسم يطلق على كل من لا إيمان له، فإن أظهر الإيمان ولم يؤمن بقلبه فهو المنافق، وإن طرأ كفره بعد الإيمان، يعني هو كان مؤمنا أساسا ثم طرأ عليه الكفر وقع بالكفر بعد الإيمان فهو المرتد، وإن صدر عنه أنه يقول بإلهين أو أكثر فهو المشرك. فهذا هو المشرك، الفرق بين المشرك وبين الكافر. المشرك من يدعي بأن لله ندا وأن هنالك إله غير الله عز وجل، أما الكافر فقد يكون كافر أصلا أو قد يكون كافر منافقا نفاقا، يعني يعرف في قلبه ولكنه يغير في لسانه، أو يكون مؤمن وقد طرأ عليه هذا الكافر، أو ليس له إيمان أساسا فهو كافر. ويقولون
من كان مدينا أو متدينا ببعض الأديان أو يعني يتدين ويؤمن ببعض الكتب التي هي أساسا منسوخة، لأننا نؤمن بأن هذه الشريعة الإسلامية ونزول القرآن على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهو ناسخ لكل الكتب التي كانت قبله. فإن قال بقدم مثلا هؤلاء الذين يطلق عليهم بالدهريين، فإن قال بقدم الدهري وإسناد الحوادث إلى الدهر وأن هذا الدهر نشأ من تلقاء نفسه ومن الطبيعة وما إلى ذلك، فهؤلاء يطلق عليهم بالمعطلة، يعني إذا لم يثبت لله عز وجل شيئا فيطلق عليه بالمعطلة. وإن كان يعترف بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون إن كان يعترف بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن بهذه الأشياء كالدهرية وغيرها وما إلى ذلك، يقولون هذا نطلق عليه بالزنديق، الزنديق الذي يؤمن بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه يعتقد بمسائل لا توافق هذه العقيدة الإسلامية الناصعة. وهنالك من يطلق عليهم بأصحاب الهوى، وهنالك من يطلق عليهم بالغلاة في العقيدة وكالمجسمة والروافض وغيرهم، وهنالك من يطلق عليه بكافر متأول، يعني هو يتأول هذه المسائل ويستدل عليها وما إلى ذلك، وهنالك من لا يوصف بالكفر بل يوصف بالفسوق، هو فاسق منه متأول ومنه غير متأول. وكذلك ذهب بعض العلماء إلى أن مثلا الفاسقين وغيرهم، مثلا بعضهم من قال تقبل شهادتهم وبعضهم من قال لا تقبل شهادتهم، وكذلك الأصل الثابت عندنا أننا، وهذا هو الأصل الثابت عند علماء العقيدة، هو عدم تكفير أهل القبلة لاعتقادهم بالدين الحق والاعتقاد، وخاصة من اعتقدوا بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي ولا يجوز أن يكفر أحد من أهل القبلة إذا اعتقد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك فإنه يعد ذنوبا، والله عز وجل يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا سواء كانت هذه الذنوب صغائر أو كبائر، ولا يذهب أهل العلم إلى ما ذهب إليه المعتزلة والخوارج من تكفير صاحب المعصية وتكفير صاحب الكبيرة أو صاحب البدعة وما إلى ذلك. أما من أنكر شيئا من الدين من ضروريات هذا الدين فلا نزاع بين أهل العلم في أنه يعد قد وقع في الكفر، أما الخلاف واقع في قضية تكفير من أنكر أمرا قطعيا بتأويل، يعني لم ينكروا بغير تأويل لكن أنكروا بتأويل. وكثير من أهل العلم صرحوا بعدم تكفير من أنكر حتى شيئا من الدين بالتأويل، ومن أنكر شيئا في غير الضرورات بتردد أو بإنكار فإن أهل العلم قد اختاروا عدم تكفيره. وكذلك هنا لقضية كفر أو تكفير الفلاسفة، مثلا البراهمة من الفلاسفة الذين ذهبوا إلى قضية التحسين العقلي ونفوا النبوة، هؤلاء يعدون من الذين كفروا. وكذلك أصل الضلالة التي وقع فيها المعتزلة الذين أوجبوا على الله الأصلح لخلقه إلى غير ذلك من الضلالات، نكفر هذه الضلالة وهذه القضية ولا نكفر بالكلية، إنما نكفر من اعتقد بهذه الضلالات. وكذلك تكفير عبدة الأوثان، وكذلك تكفير من ادعوا يعني غير الله أو ادعوا إن لله ولدا أو لله أخا أو ابنا أو بنتا. وكذلك أهل العلم يقولون في قضية العقائد لا يكفي التقليد، طبعا التقليد للعوام، أما أهل العلم فلا يكفي التقليد
بهذه القضية، إنما يجب عليهم أن يستنبطوا الأحكام ويدرسوها جيدا وأدلتها العقلية والنقلية، ويجتهدوا في ذلك لتبيينه لعوام الناس من أجل أن لا يشكل هذا الأمر عليهم. وكذلك هنالك من يطلق عليهم بالطبائعيين، الذين يؤمنون بأن الطبيعة خلقت الأشياء ووجدت الأشياء وما إلى ذلك، ومن تبعه من الجهل في هذه القضية. وكذلك من يطلق عليهم بالحشوية، وهم الذين دعوا التمسك بأصول العقائد بمجرد ظواهرها من الكتاب والسنة من غير تبصر أو من غير تعقل، فقالوا بتشبيه الله، وقالوا بتجسيم الله عز وجل، وقالوا بوجود الله عز وجل بجهة، قالوا أن الله في السماء مثلا دون جهة أخرى. فهؤلاء وقعوا في خلط كبير، وخاصة في مجال العقيدة الإسلامية. وأيضا قضية الاعتقاد بالصفات الإلهية واعتقاد التوحيد، فعلينا أن نعتقد بأن الله عز وجل يتصف بكل صفة لا تشابه المخلوقات، وعلينا أن نعتقد بأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وأن الله عز وجل قادر على كل شيء قدير. وهذه المسائل وغيرها من المسائل التي ينبغي علينا أن نعرفها، وينبغي علينا أن نتعلمها، وينبغي علينا أن لا نخوض فيها كالصحيح، ندرسها ونتعلمها ونعرفها ونبحث فيها. أما الواجب علينا أن لا نخوض فيها كثيرا، وإن نسكت عما سكت عليه أهل العلم منها، وعلينا أن نعرف هذا العلم ونعرف أصوله، وعلينا أن نعرف بأن هذا العلم علم الكلام وعلم المنطق هو من العلوم المهمة التي يصان بها العقل البشري. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.